نولد على أرض ونموت كمان على أرض، وبينهم أرض واسعة مشيناها بالطول والعرض. بنتولد على أرض ونموت كمان على أرض، وبينهم أرض واسعة مشيناها بالطول والعرض. بالطول والعرض بنكبر ونحلم ونحزن ونفرح، والعمر ماشي ماشي ومالهش مطرح. بنكبر ونحلم ونحزن ونفرح، والعمر ماشي ماشي ومالهش مطرح. عايشين لمدة محددة محكوم علينا، محكوم علينا، محكوم علينا بالأرض. مكتوب علينا نترمي في حضن الحياة، فينا اللي تضحك له وفينا اللي مسويه. مكتوب علينا نترمي في حضن الحياة، فينا اللي تضحك له وفينا اللي مسويه. ونحزن ونفرح، والعمر ماشي ماشي ومالهش مطرح. بنكبر ونحلم ونحزن ونفرح، والعمر ماشي ماشي ومالهش مطرح. عايشين لمدة محددة محكوم علينا، محكوم علينا، محكوم علينا بالحرب. اهرب برا مصر؟ دي حاجة مؤقتة يا علي لحد ما تظهر الحقيقة. يا عالم، ده خلف هو اللي ضرب الواد بالمطوة. يا ابني يا حبيبي، النيابة ليها شهود. وامي، امي عم يونس دي ملهاش غيري، هتعيش ازاي؟ سيبها على الله يا ابني ومصيرها تتدبر. الغربة صعبة قوي يا عم يونس. طب لو افترضنا ان انا وافقت، هقعد قد ايه بره؟ لحد ما ربنا ينجيك والنيابة تمسك الفاعل الحقيقي. يعني الجاني يعيش متهم والبريء يهرب؟ معلش، كله بأوانه. انا معرفش ليه الدنيا ادتني ظهرها مره واحده، ده انا شقيت قوي عم يونس. طول عمري طول عمري كنت بحلم ان اقدر اعيش وسط اهلي وناسي وانا رافع راسي، واقول للناس كلها هو ده علي، علي اللي قب على وش الدنيا وتحكم في الجامعه. تبقى دي نهايتي؟ يا ترى الدنيا مخبيه لي ايه تاني؟ نهايته ده باسبوري عم يونس، علي فيزا تركيا، كان ناقص لي التذكرة. أنا كنت مسافر أشتغل بر، أشتغل وأرجع، مش هسافر وأهرب ومرجعش. عجبك اللي حصل ده يا وشي؟ أزية؟ عجبك كده؟
انت انا ما حدش عمال عينك ولا ايه؟ ايه يا خال؟ عايزنا نسيب ولا زدايه تنطط علينا ويقولها في السمكه بنت خالي؟ ومين قالك انه هيقدر يلهفها يا غبي؟ الله، امال كان رايح عندك البيت يعمل ايه؟ رقع شبك؟ تقوم ترفع عليه مطوه او تصور لنا القتيل؟ شرف يا خال، شرفك ولا طمعك في البيت سمكه وفي قرشينات ابوها؟ فرضنا انا اولى من الغريب، جوحه اولى بلحم طور. خلاص يا ستورو، يبقى ورينا يا ستورو هتطلع من المصيبه اللي انت عملتها دي ازاي؟ من ناحيه تطمن المصيبه لابساه لابساه ومش هيقدر يتفلفس منها. والولا مات؟ لا لسه في الاستباليه ما جاناش خبره. كان يوم اسود، كان يوم مطين، كان يوم اخبر، يوم امك ما خلفتك وابتديت تقول يا خالي. ماشي يا خالي. يا عم يونس، عملت ايه؟ خير ان شاء الله. خد يا عم، ادي الجواز والتذكره. انا متشكر قوي يا عم يونس، انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. والسفر ان شاء الله بكره الصبح. حسن جاب لك البضاعه؟ حسن هنا في بورسعيد، انا اكدت عليه يدخل الفندق عشان يجيب لي البضاعه. ما انت عارف عم يونس، البضاعه دي بقت كل راس مالي دلوقتي. يلا بقى عشان الغدا. لا لا ماليش نفس. لا لا هتاكل يعني هتاكل. والله ما ليا نفس عم يونس. ده انا عامل لك طاجن سمك هتاكل صوابعك وراه. يلا. ابا. نعم. هو الزفت اللي اسمه خلف ده مش هيتهد بقى؟ يا دي النيلة عليك يا خلف، كان يوم اسود يوم ما طلعت ابن اختي. عملك ايه تاني؟ واخد البلد بالطول والعرض مع شوية العيال اللي وراه. طب ومال؟ بيخدموكي، بيدورولك على حبيب القلب سعالي. يابا والله العظيم علي بريء، بوز الاخس خلف هو اللي ضرب الواد بالمطوة. ده كلامك انت يا سمكة، انما البلد كلها بتقول كلام غير ده. طبعا لازم يقولوا كلام غير ده، لانهم خايفين منه ومن اجرامه. طب ايه المطلوب مننا دلوقتي؟ عاوز اخرج. ماله؟ كل معايا وقومي اخرجي. ما انا اصلي موعده واحده صاحبتي هتغدى معاها. صاحبتك مين؟ الشربات بنت المعلم حنفي. بنت المعلم حنفي؟ بس دي مش شربات، دي دواء كحه مزنخ. ومع ذلك يا بنتي خرجي زي ما انت عاوزه، ايه اللي حايشك؟ ما انا خايفه اما اخرج يقطرني خلف هو ورجالته. وماله؟ ما يقطرك، خايفه من ايه؟ يابا مش كل حته اروحها يعني يمشوا ورايا. في ايه يا بنتي، مش خطيبك؟ لا مش خطيبي يابا، وبعدين انا ما بحبوش ولا بطيق ابص في خلقته. وانا كمان ما بطيقش ابص في خلقته، بس اعمل ايه بقى؟ محظوظ اديته كلمه، وكلمه الرئيس جمعه تنزلش الارض ابدا. ايه؟ سرحت في ايه؟ الطعم الجميل سرح في ايه؟ يا قد ما تحيرش نفسك، خليك ناصح. العب على المضمون، ركز على خلف واخلص. يابا والنبي بلاش الكلام ده، انا خلاص مش طايقه نفسي. انا عارف، انا عارف من ايه نفسك في حبيب القلب علي. ايه مش انا بتكلم صح؟ ها يا بنت، ابوكي مش مغفل، ده انا افهمها وهي طايره. عارفه لو ما فهمتهاش اوقفها افهمها واطيرها بمزاجي. انت يا اختي عارفه مكان الاخ علي، وخايفه تخرجي لخلف رجالته يقطروكي ويعرفوا مكانه، صح؟ عياطي عياطي يا خيبان، عياطي يا بنت عياطي. انت فاهم ان علي ده هيفضل مستخبي العمر كله؟ ابدا. ما هو لازم يمسكوه، هيمسكوه يعني هيمسكوه. دي قضيه كبيره يا بنت، دي قتل مع سبق الارصاد والتلصص. يا نهار اسود، ده فيها 25 سنه ويمكن نقف قاضي يخدمنا ويديله أدام ويريحنا كلنا. كفاية يابا بقى كفاية.
طب والعمل يا سمك؟ عمل عمل ربنا. عادي انكتب عليه يهج ويسيب البلد، وانا انكتب عليه يقعد هنا بحسرتي. عارفة انه بريء ومش عارفة اعمل له اي حاجة. يعني حكايتك معالي خلصت على كده؟ وانا في ايدي اعمل ايه بس يا سميرة؟ ربنا يعلم بدايله ليل ونهار. حسرتي عليك يا علي. يا خسارة يا سمكة، ده حكايتك انت وعلي كانت عاملة زي النسمة اللي بتطر علينا في الايام دي. الظاهر مفيش نصيب معاه. علي كان حلو وانا صحيت منه. هفضل عايشة في كابوس ويا عالي هنشوف بعض تاني ولا لا. ايه يا ابني؟ لو مش قد السفريه دي بلاش منها. ده قدر يا عم يونس. حد يقدر يهرب من قدر؟ لا مش قدر. القدر اللي ما تقدرش تعمل قدامه حاجه. انت في ايدك انك ما تسافرش. يعني لف حبل المشنقه حوالين رقبتي. طب مش يمكن تقدر تثبت براءتك؟ ما ينفعش يا ريس يونس. القاتل الحقيقي عنده شهود يقدروا يثبتوا ان المتهم بريء والبريء متهم. طب قوم نام لك شويه. مش جاي لي. لا انت لازم تبقى مصحصح وانت راكب المركب. طب لو نمنا مين هيصحيني؟ ما تخافش انا صاحي وهبقى صحي. طب وانت ذنبك ايه افضل صاحي طول الليل؟ ومين قال لك اني بنام يا ابني؟ انا الحزن اللي في قلبي طير النوم من عينيا من سنين. يا ريس جمعه، يا ريس جمعه. فيه قلقت منامي. إله يقلق منامي اللي خلفوك. في مركب داخله المينا كمان ساعة. هو مش في مركب موجودة من امبارح؟ لا دي طالعة كمان نص ساعة. طلعت المية في زورك. عشان نتكل على الله. استناني هنا هأمن لك البر والبحر. Thank you.
يلزمكش حاجة يا ابني. ربنا يحرمش منك يا ريس يونس. طيب خلي دي معاك. ايه دي؟ شوية سندوتشات وعصاير هينفعوك في الرحلة بتاعتك. ربنا يخليك لي يا رب. يلا بالسلامة يا حبيبي. طريق السلامة يا ابني. خد بالك من نفسك. شكرا. السلام عليكم. السلامة. السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. ألف سلامة. طريق السلامة يا ابني. علي فين يا خالي؟ خلاص سافر يا بنتي. طب انا هلحقه. لا 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 ما تحاوليش، المركب اتحركت. يلا ربنا يجيبك بالسلامة يا علي. أمين يا بنتي. جبت له سيرة عني يا خالي؟ لا أبدا، لا قلت ولا قعدت، زي ما طلبت بالظبط. يلا بنتي، يلا يا حبيبتي. بتعملي إيه هنا يا عروسة البحور؟ وأنت عايز إيه يا قرد البحور؟ لا بقول لك إيه، ما أنا لازم أعرف عني كل حاجة، ما عندناش سمك يطلع بره البيت لوحده. أنا مش مالي عينك يا واد ولا ايه؟ مامات محفوظة يا ريس يونس، بس عدم المؤاخذة دي خطيبتي ولازم اعرف كل تحركاتها. خطيبتك؟ أنا مش خطيبتك وعمري ما هكون خطيبتك في يوم من الأيام. بس أنا قاري فاتحة مع أبوكي. طب مش تاخد موافقتها الأول ولا الجواز بالعافية؟ ده حتى يبقى ضد الشرع والدين. بقول لك يا ريس يونس، مش وقت إفتة، ده مش موضوعنا. أنا هجيبها لك من الآخر. سمكة كانت بتودع البني آدم اللي بتحبه هو بيحبها، اللي هو أنهون، اللي انت كنت عايز توديه في داية، اللي كنت عايز تحط حوالين رقبته حبل المشناه، وربنا نجاه ومشي وسابها لك متخدرة. قولوا كده بقى، قول ان انتوا هربتوا واد مجرم مطلوب للعدالة. اخرس قطع لسانك، انت اللي مجرم وستين مجرم. كده يا ريس يونس، يعني انت اللي كنت مخبيه في بيتك. الله يا أزلت، انت قد هتحاسبني على اللي دخلوا بيتي واللي ما دخلوش بيتي. بس ده مجرم وقاتل واحد من رجالتي. اه يا جبان، انت اللي قتلته وانا شايفك بعناية دول. احنا مش هنقف نتحاسب هنا، خلي الكلام ده للبوليس والنيابة. يلا بينا يا حبيبتي، ولا ناوي تقبض علينا يا سي خلف؟ الله سمكة. منك لله، حسبي الله ونعم الوكيل. والله عال، حتى انت يا يونس يطلع منك كل ده وتبقى مخبي الولا عندك. في ايه؟ ولابسه كده ليه؟ انت خارجه ولا راجعه ولا رايحه فين؟ علي سافر. ما في ستين داهيه، ما طول عمره سافر ومنحط. العادي سافر. أول مرة يا بحر أجيلك أنا من غيرها، ودي آخر مرة يا بحر أنا وإنت هنفتكرها. أول مرة يا بحر أجيلك أنا من غيرها، ودي آخر مرة يا بحر أنا وإنت هنفتكرها. دي صدق أنا عليها أحلامي اللي في عينيها، دي صدق أنا عليها أحلامي اللي في عينيها، تضيع من Thank you.
أجيلك أنا من غيرها. ودي آخر مرة يا بحر أنا وإنت هنفتكرها. إيه يا عم مش تحاسب؟ أنا اللي حاسب ولا أنت اللي ماشية زي القطر؟ قطر؟ أنا قطر؟ بقول لك إيه، ريحي نفسك، أنا أشفور يعني معيش حاجة عشان تقلبيني. إيه أقلبك دي؟ يعني شوفي لك أي زبون على الخط. أنت قليل الأدب. ربنا يسامحك. يا باي الناس دي كمان التقليب بقى على المراكب. بسم الله. اتفضلي. تلاقيكي مقشفره زي ما عكيش ولا مليم. ميرسي قوي. كويسه مرسيدي. على فكره انا بعرف لغات زي شيفو زامبري، بس خلي بالك اللغات دلوقتي ما تاكلش عيش. خدي خدي تلاقيكي على لحم بطنك. قلت لك ميرسي، انا مش جعانه. طب عيني في عينك كده. شفتي بقى دي كده ضحكتي، تبقي جعانه. خدي خدي. خدي عشان يبقى عيش وملح. امسكي بس. بصي بقى تعالي نقعد في البوفيه. هو فين البوفيه ده؟ البوفيه بتاعي. الشنطه دي مليانه سندوتشات تجنن، شويه ميه سقعانين زي الفل. بعد كده بقى نحبس بكوبايتين شاي من تحت. منين بقى؟ ما انت طلعت مفلس زي. مش للدرجه دي. الشنطه دي مليانه بضاعه، هبيع الخواجات اللي تحت وعزمت بقى على حاجه ساقعه. حاجه ساقعه مره واحده؟ لا على مرتين. انت اسمك ايه؟ سمكه. سمكة! سمكة! انت هنا يا بنتي؟ خير يا بابا. خير، ده خير خير قوي، ده خير كتير قوي. ده انا جايب لك خبر هيعجبك ويريحك ويرفع نفسيتك. خير يا بابا. الظاهر يا سمكة كان معاكي حق وانا مش واخد بالي. الواد علي ظهرت براءته. صحيح يا بابا، هات ابوسك. ازاي؟ اقولك ازاي. الواد صبي خلف مات من ساعة واحدة. بس قبل ما يموت بقى طلب وكيل النيابه اعترف قدامه ان خلف هو اللي ضرب امته. قال له ده عاوز يخلص ذمته قدام ربنا. يا ما انت كريم يا رب، الحمد لله. بس يا خساره لو كان اعترف بدري شويه كان علي ما سافرش. مش مهم علي يولع، انا المهم دلوقتي انهم قبضوا على خلف، والحكايه دي فيها مش اقل من 15 سنه. عشان كده عاوز الحق اشوف له محامي شاطر يقف جنبه. لسه يابا هتساعد المجرم ده؟ ما ده واجب عليا يا سمكه يا بنتي. انت ناسي ان خلف ده يبقى ابن عمتك نانسي؟ لازم اقف جنبه، ده ملزوم مني. ولا عاوزه نانسي تخصمني؟ ايجيبشن سوفينيرز، ايجيبشن سوفينيرز، ايجيبشن سوفينيرز. لايك ات؟ Good quality, huh? $20 only. It's both, okay. Thank you, thank you. Egyptian souvenirs. Egyptian souvenirs. Egyptian souvenirs. Okay. You like it? Oh, this Sphinx. Okay. This, see this cat? Yeah. And this is, it's like a t-shirt, but it's very tall. Both is $20, both. Oh, $20. Okay, thank you, thank you, thank you. Egyptian souvenirs. Egyptian souvenirs. Don't like? Don't have ashfarina. Egyptian souvenirs. Egyptian souvenirs. What do you want? Like a t-shirt? You want this? Oh, it's very nice. Yeah, see. See this one. It's very nice. This $20. I can, yeah, I can give you this piece too. Okay. Thank you.
واضح انك بياع شاطر وبعت كويس النهارده. الحمد لله مستوره. يلزمك قرشين؟ لا ميرسي مستوره الحمد لله. بقول لك ايه، انا عازمك على الغدا. ما تقوليش تاني سندوتشات جبنه مش فطار وغدا. ايه مش عاجباكي ولا ايه؟ ولا هتتبطري على النعمه؟ لا الحمد لله ما حدش يقدر يقول حاجه. وعازمك كمان على اتنين حاجه ساعه. بقول لك ايه، انت بتشتغل ايه؟ بشتغل دكتور. انت غريبه قوي، انت مش شايفاني؟ لا يعني دي شغلتك اصلا؟ انت اصلا تاجر في حاجات خان الخليلي؟ انا اصلا بقى خيرتي. خيرتي ايه خيرتي دي؟ لا ما انا مش معقول اقعد اشرح لك بقى. انت مش جعانه ولا ايه؟ بصراحه انا ميتة جوع. طب خلاص يلا بينا نطلع فوق ناكل السندوتشات. بقول لك ايه، طب هي السندوتشات دي لما تخلص هتتصرف ازاي؟ لما بيع البضاعه معايا ناكل انا وانت تاني. لا ما تشيلش هم، انا الحمد لله معايا فلوس كويسه. بصراحه بقى مش باين. ايه ليه يعني مش باين؟ ما انا كويسه اهو. وهي باللبس؟ طب ما انا لابس زي الفل اهو، ما كانش في جيبي ولا مليم. بقول لك ايه، انت بتنامي فين؟ ركن ولا دكه؟ انا لا اصل انا اصل ايه؟ تلاقيكي بتنامي تحت السلم. سلم ايه؟ انا بنام على السرير. اصل انا ليا واحده صاحبتي من اللي بينضفوا الغرف يعني. اه فهمت، خدت منها المفتاح وبتنامي في الاوضه. مش بالظبط، انا بنام عندها مع اتنين من زمايلها. يا بنت الجنيه، الفكره دي ازاي ما جاتش على بالي؟ ايه يعني كنت هتعمل ايه؟ هتيجي تبات معانا مثلا؟ ابات ايه؟ لا لا لا، هو انا ناقص مشاكل؟ انا كفايه عليا البطانيه بتاعتي بتدفيني وزي الفل. المهم بقول لك ايه، ما تيجي اشغلك معايا. اشتغل ايه؟ تعرفي تبيعي؟ ابيع ايه؟ تبيعي الحاجات اللي انا ببيعها. انا لا ما اعرفش. هعلمك واديك عمولتك. اللي انت بتشتغلي ايه اصلا؟ ايه انا؟ ما هو مش معقول نفضل قاعدين كده وحاطين ايدينا في الميه البارده. امال يعني هنعمل ايه، نحط ايدينا في ميه سخنه؟ انا ما بهزرش يا حسن، ناخد بعضنا ونسافر له بورسعيد ونعرف ايه اللي حصل بالظبط. هنعرف منين بقى ان شاء الله؟ من الزفت غلبت المصايب اللي اسمها سمكة. واذا كان صاحب الشقه نفسه بقى محرج ان حد يسافر له وبيقول ان سفرنا في خطر عليه. يا حسن علي بقى له كتير غايب ولا حس ولا خبر عنه لغايه دلوقتي. معلش كلها يومين ويتصل. وافرض ما اتصلش؟ جريه بطه، ما تروق شويه بقى كده وتهدي. امشي بنت اعمل لنا لقمه، خلينا نتعشى ولا نقعد سامين لحد ما علي يتصل ولا ايه؟ صباح الخير. صباح الفل. انت فين يا عم؟ طلعت ادور عليك فوق ما لقيتكش. بتدهوري عليا ليه؟ تلاقيكي عايزه تفطري. افطر؟ لا الحمد لله انا فطرت. فطرتي فين؟ فطرت تحت في الاوضه مع البنات. اه تلاقيه بقى فطار مفتخر. ولا مفتخر ولا حاجه، كل اللي خدته واحد شاي واحد كرواسون. واحد كرواسون؟ اللي يشوفك كده يقول عليكي بنت ناس. انا ما كانش طبق الفول المتين وشويه البيض والمخلل ما افطرش. ده احنا فرعنا يا بنتي فرعنا. لا انا ما اقدرش، ده صعب عليا قوي. بصي بكره ان شاء الله لما نوصل هعلمك ازاي تفطري. اللي انت قلتي لي بتشتغلي ايه؟ انا بشتغل مشرفه عمال في مصنع كبير للملابس. ايه الشغلانه دي؟ اجدع من شغلتي يعني؟ يعني الحمد لله مش بطال. اللي انت كنت في مصر بتعملي ايه؟ كنت بزور ناس قرايب. انا اللي مش عارف بقى لما اوصل تركيا هعمل ايه. ما تقلقش انا ممكن اشوف لك شغلانه هناك. يعني هتشغليني ايه؟ ممكن تشتغل في التغليف. تغليف يعني ايه ده؟ تغليف يعني تاخد المنتج بتاع المصنع وتعبيه في اكياس وفي علب. انت ايه عمرك ما اشتريت قميص في علبه او في كيس بلاستيك؟ لا 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 دي شغلانه ممله ما بحبهاش. هو انت لازم هتتعب في الاول، معلش يعني اعتبرها شغلانه مؤقته. هي البهدله كده هتبقى من اولها نهايته. يلا بينا بقى نبتدي الشغل. شايفه الترابيزه اللي عليها الخواجات اللي هناك دول؟ اديكي كام حته من دول وتروحي تبيعي لهم. ماشي، اوعي ترجعي لي بولا حته. وسعر الحته 10 دولار. سعر الحته كام؟ 10 دولار. وعايزك بقى تماين معاهم. اماين؟ يعني ما تتربسيش. يعني اتربس ازاي؟ يعني ما تشديش. انت ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده؟ ما هدي لغه الشغل بقى، هتصدعيني ليه؟ يافت يافت. ايوه يافت. يافت يعني كله تمام. يافت. يافت. يلا تمام، توكلي على الله. بس بقول لك ايه، اول قرش تكسبيه لازم بصي تبصيه وتحمدي ربك. ماشي، توكلي على الله بقى. يلا شد حيلك. لا دي بتاعتي. يلا
صباح. بقول لك ايه؟ اعمل لي سندوتش كبده عشان المغص وحشني. انا يا ابو علي، هو مفيش اخبار ولا ايه؟ اخبار ايه يا بت؟ اخبار عن علي يا ابو علي. مفيش جديد، اخبار زي ما هي، محدش عارف فين اراضيه. وانت ازاي تسيبه يسافر لوحده؟ امال عايزاني اعمل ايه يعني؟ تسافر معاه؟ امال حركات قرع صاحبه ومش صاحبه. وعموما يا ست، اول ما يتصل بيا هعرف مركن فين وفين اراضيه ونسافر له كلنا. كلنا مين يا ابو علي؟ كلنا اللي هو انا وانت وبطه وسمكه وخالتك وامك واتنين ثلاثه من تنزانيا كده ما نعرفهمش، عشان تروحوا تقعدوا حواليه كلكم وتحرسوه. مش هو ده اللي انتوا عايزينه؟ ارحمونا بقى يا بشر. امشي يلا امشي، انا ما تجيش هنا تاني، وجع قلبك ما بيبقاش كبده. بسم الله الرحمن الرحيم. الواد باين عليه اتجنن، مجانينه في قله. يا كسلان، في حد ينام لحد دلوقتي؟ انت نايم ازاي يا علي؟ كفايه الشمس اللي في عينك. صباح الخير. صباح الفل. قوم بقى، ده انا جايبه لك فطار بقى يستاهل بقى. لا لا، انا ماليش نفس. مالكش نفس؟ ده ايه في ايه على الصبح؟ انت ايه نايم حلم في كابوس؟ كابوس؟ فين الكابوس اللي انا فيه؟ كابوس ايه يا علي؟ يا ساتر يا رب، في ايه؟ ولا حاجه، البهدله اللي انا فيها دي، السفر اللي جه ولا على البال ولا على الخاطر. ربنا ما يحكم عليكي بالظلم. الظلم ده حاجة وحشة. ظلم ايه يا علي؟ ولا حاجة ولا حاجة. طب اقول لك ايه، انسى بقى النكد ده وتعالى بقى نفطر. فطار ايه يستاهل بقك؟ مالك عاملة زي امي كده؟ انا قد امك يا علي؟ لا مش قصدي، يعني قصدي مدلعاني زي امي يعني. عامة يا ستي مردودالي. مردودالي ازاي؟ ان شاء الله النهارده هتغديني سندوتشات الجبنة عليها زيتون اضافي. لا يا ست اللمه ده، هعزمك في المطعم الفايف ستارز اللي تحت. فايف ستارز مره واحده؟ ما تتكلم على قدك يا اخينا. انا بتكلم على قدي قوي، امبارح انا بعت شويه بيع، انما ايه عارفاها خلاص ما شاء الله. وبعدين بقول لك ايه، قومي من على المحل بتاعي ده، انت بوظتيه خالص. هو ده المحل بتاعك؟ يا رب يا علي بكره ان شاء الله يبقى عندك محلات كتير. بس بجد صباحك فل. بسم الله. سمكة. نعم. هم صاحباتك راحوا فين؟ يعني فجأة كده قطعتيهم، لا بيجوا يزوروكي ولا انت بتزوريهم، والبيت نشف على الآخر. هو نشف من شوية بس، ما تقلقش، بقابلهم في الرايحة والجاية في الشارع وبيكلموني في التليفون. ايه حكاية التليفون دي؟ طب ايه رأيك ان انا هشيل الحرارة من التليفون خالص؟ عشان يجوا تاني. امال ايه اللي بكلمهم في التليفون؟ يلا. If you go away, if you go. على فكره كمان ليكي واحده صاحبه فيهم، بنت طيوبه خالص والله، وكانت حنينه وكانت بتحبك قوي يا سمكه. بنت مش فاكر، كانت من كسره كده وبنت. انهي واحده؟ والله يا بنتي ما انا فاكر اسمها ايه. كان اسمها فول ورد. نرجس. قصدك نرجس؟ صح. أيوة صح يا بنت، نرجس. هي نرجس. مالها نرجس؟ يعني بقالها كتير قوي ما جاتلكيش ولا شفتهاش. اصلها مشغولة شوية. هي إيه، بتذاكر تاني ولا ايه؟ اسكت. مش اتخطبت للواد اللي تحتيهم؟ ايه اتخطبت؟ امال، وهيتجوزوا قريب. ايه ياب، مالك اتخضيت كده ليه؟ لا لا لا، هتخض ليه؟ انا بس انا اصلي كنت اعرف انها، قصدي كنت سمعت يعني انها بتحب واحد قوي 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 قوي، والواحد ده كان بيحبها قوي 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 قوي،
وكانوا ناويين يتجوزوا، بس الواحد ده يعني زي ما تقولي عايل او ظروفه ما ساعدتوش، كان بيدي مواعيد ويدي بومبو كده، تلاقي اهلها هما بقى غصبوا عليها وجوزوها ابن الجيران ده. ابدا، مين قالك كده يابا؟ دي بتحب الواد ابن الجيران ده من زمان، وكانت مستنياه يتخرج، وهو اتخرج وتعين في شركة الكنال. لا لا، ما كانتش بتحب ابن الجيران. لا 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 سمكة، لا انا ما اعرفش، هي اللي قالت كده. انا عارفة حكايتهم من زمان، وبالمناسبة يابا ربنا يعوض عليك في الفلوس اللي دفعتها. فلوس ايه دي يا بنت؟ يا حبيبي الفلوس اللي كنت بتديها لنرجس، بتقول لك ربنا يعوض عليك فيها. يا بنتي انا يابا. لا 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 نرجس. مستر تستاهل. انت فكرك يعني عشان راكب تير صحابه فلوس حرام؟ ده انا وانت على باب الله. بجد بقول لك ايه، خلصت شغلك ولا لسه؟ انت فات معزوم بس لسه ما بطش. طب ما تخلص حصلنا على فوق. حاضر. ماشي يا معلم. جيبشن سوفينيرز، جيبشن سوفينيرز، جيبشن سوفينيرز، جيبشن سوفينيرز، جيبشن سوفينيرز. لايك $5 phone. Oh, it's your mobile. It's a long distance call. Huh? I can give you this for free. And I make a phone call. Just a short phone call. Okay, no. Egyptian souvenirs. See this. Hey, Yom. Ezek, enti habibti. Ezek, ya bat. قولي لي مفيش اخبار؟ قصدك عن علي يعني؟ امال هيكون عن مين؟ هو انا ليا غيره؟ انا مش عارفه بس ايه اللي خلاه يطول المرات. الغايب حجته معاه. مش عايزه حاجه اعملها لك، انضف لك حاجه. بقول لك ايه، ما عندكيش مواعين؟ بتنتي انا حاسه كده ان في حاجه ومخبيها عليا. انا اخبي عليكي؟ وبعدين هو اصلا في حاجه عشان اخبيها عليكي؟ طب افتنلك بقى على حاجه عشان تعرف ان انا كويسه. علي كلم حسن اخويا امبارح وانا كنت قاعده جنبه. طب قالوش راجع امتى؟ لا قال له انا عندي شغل كتير قوي 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 يا حسن. طب بط، انا هطلب منك خدمه، ممكن تقولي لحسن يجي لي هنا ضروري؟ انا عايزه حاجه منه. ايجيبشن سوفينيرز شوكوزال، Egyptian souvenirs. Okay, see you. Bye-bye. Egyptian souvenirs. No, thanks. I can give you for free if you make me make a phone call. No problem, but you are very short call, please. Thank you. Okay. Okay, keep this. شكلك بخيلة. الو، ايوه حسن، ازيك عامل ايه؟ وازاي امي وازاي بطه؟ امك هتتجنن عليك يا علي، وكل يوم بتسالنا عليك، مفيش يوم بيعدى لما بتسال، والنهارده بالذات بقى بعتالي وبتقول لي عايز اشوفك ضروري، ومش عارف اقول لها ايه. قول لها اي حاجه، قول لها بيفتح محل في بورسعيد. معلش يا حسن. وامي عامله ايه؟ لا لا، هي مش محتاجه فلوس. حاضر حاضر، بس خليكوا جنبها ما تسيبوهاش والنبي. ماشي يا حسن، مش عايز حاجه؟ مع السلامه. كيب ذيس. اوكي، ذيس فور مي. بخيله. ايجيبشن سوفينيرز. والله العظيم يما وغلاوتك عندي، لسه مكلمه وبالامره بعت لك 100 بوسه فوق ايدك و100 بوسه فوق دماغك من على المركبه. مركبه؟ مركبة ايه؟ المركبة يا اما اللي بيبيع عليها البضاعة. انت بتكذب علي، هو ابني جراله حاجة يا حسن؟ لا يا اما هكذب عليك ليه بس؟ يعني احلفلك بيها عشان تصدقيني. طب استنى. المصحف ده بتاع عمك سيد الله يرحمه. هل في رحمة ونور عليه يا اما؟ احلف عليه وقول لي ابني فين.
عليويك يا علوة يا مزيكا يا مسح سبب حيرتي انا ويك رجل اجدع خيرتي قلبي كبير وده سبب حيرتي حمي دمي واد مواقف تقفش على الدنيا وانا كيف حمي دمي واد مواقف تقفش على الدنيا وانا كيف بتجيلي مين وبجيلها شمال وبقسم لها السيكة الفبريكه